مساء الخير مشاهدين الكرام، أهلا وسهلا بكم وحياكم الله معنا في هذا المساء، مساء مختلف. نلتقيكم عبر قناة الشرقية من كلباء ومن خلال برنامجكم المتميز برنامج حديث المساء، نطل عليكم بعناوين جديدة ومواضيع متجددة من خلال فريق برنامج حديث المساء الذي أعدها لنا الفقرات المختلفة والتقارير المختلفة، نتعرف على أهمها. ورش مهرجان الشارقة القرائي ترسخ ثقافة القراءة. جولة في أروقة مهرجان الشارقة القرائي للطفل. التغيرات الحياتية وكيفية تقبلها. هذه أهم العناوين مشاهدينا، هناك عناوين أخرى متنوعة سنطرحها بإذن الله في الدقائق القادمة من برنامج حديث المساء، ونبتدأ معكم جولتنا الإخبارية. اخترنا فيها أهم الأخبار لإمارة الشارقة ونبتدئها بإسبانيا، ضيف شرف الدورة 40 من معرض الشارقة الدولي للكتاب. أعلنت هيئة الشارقة للكتاب عن اختيار إسبانيا ضيف شرف الدورة 40 من معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي ستنطلق فعالياته في شهر نوفمبر المقبل، تقديرا لمساهمتها في المنجزات الثقافية الإنسانية ودور مؤسساتها ومثقفيها في الارتقاء بالأدب والفكر، حيث سيكون الجمهور على موعد مع نخبة من الأدباء والمفكرين والفنانين الإسبان على أرض الشارقة. جاء الإعلان خلال اجتماع عقد عن بعد بين هيئة الشارقة للكتاب ووزارة الثقافة والرياضة الإسبانية، وستقدم إسبانيا خلال مشاركتها برنامجا ثقافيا متكاملا يشتمل على محاضرات وندوات ثقافية أدبية وفكرية إلى جانب المعارض الفنية والمسرح والموسيقى وغيرها من المقومات الإبداعية التي ستكون حاضرة على أرض الشارقة خلال فعاليات الحدث الثقافي أبرز عربيا وعالميا. إذن مشاهدين، من هذا الحدث الكبير والمميز في إمارة الشارقة والذي سينطلق بإذن الله في شهر نوفمبر المقبل، أكيد الجميع في انتظار معرض الشارقة الدولي، هذا المعرض الذي يعتبر من أهم أجندة إمارة الشارقة خلال السنة. من هذا الخبر إلى خبرنا التالي، بلدية الشارقة تعتمد نظام إدارة الوثائق الخصوصية. تماشيا مع رؤى وتوجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي في حفظ الوثائق والاهتمام بها وأرشفتها وتوثيق المستندات المهمة وفق أفضل الطرق والأنظمة، وقعت بلدية مدينة الشارقة مذكرة اعتماد نظام إدارة الوثائق الخصوصية بالتعاون مع هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف لتطبيقه على كافة قطاعات وإدارات البلدية بناء على خطط التصنيف، ومدد الاستبقاء التي تم تحديدها وفقا لحاجات العمل واستنادا إلى الخدمات والمعاملات التي تم تنفيذها في البلدية، وتفاصيل أكثر مشاهدينا في المقطع التالي. تماشيا مع رؤى وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب الحاكم ورئيس المجلس التنفيذي في حفظ الوثائق والاهتمام بها وأرشفتها وتوثيق المستندات المهمة وفق أفضل الطرق والأنظمة، تحرص بلدية مدينة الشارقة على تعزيز التعاون البناء مع هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، حيث قامت البلدية بتوقيع مذكرة اعتماد نظام التصنيف ونظام مدد الاستبقاء مع الهيئة لحفظ الوثائق وأرشفتها ضمن المشروع المتميز والذي سيتم تطبيقه على جميع أنواع الوثائق والملفات الخاصة ببلدية مدينة الشارقة. إذن اقتصادية الشارقة دشنت أنشطة استثمارية متنقلة. دشنت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة العديد من الأنشطة الاقتصادية المتنقلة بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي للإمارة
تشمل عددا من القطاعات مثل مراكز التجميل ومحلات الخياطة وخدمات السيارات والعديد من الأنشطة الأخرى، تعزيزا لجهودها الرامية لجذب الاستثمارات الجديدة وفتح مجالات جديدة أمام المستثمرين، حيث دشنت الدائرة العديد من الأنشطة الاقتصادية المتنقلة بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي للإمارة. تفاصيل أكثر مشاهدينا في المقطع التالي. في إطار سعي الدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة لدعم الاقتصاد وتعزيزا لجهودها الرامية لجذب الاستثمار الجديد وفتح مجالات جديدة أمام المستثمرين، دشنت دائرة التنمية الاقتصادية الأنشطة المتنقلة بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي، وتشمل معظم قائمة الأنشطة الخدمية التي يحتاجها الجمهور مثل مراكز التجميل ومحلات الخياطة وخدمات السيارات والعديد من الأنشطة الأخرى دون حاجة المستهلك إلى زيارة مقر عمل هذه الأنشطة. وسيتم تقييم وضع هذه الأنشطة بعد مضي سنة ووضع ضوابط لها والنظر في زيادة عددها في المستقبل. يساهم هذا القرار في تحقيق رؤية الدائرة المتمثلة في تعزيز مكانة إمارة الشارقة كجهة جاذبة للاستثمار وكإمارة ذات اقتصاد قوي ومتنوع ومستدام، يهدف إلى طرح المزيد من الأنشطة الخدمية وتنويعها للجمهور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن من اقتصادية الشارقة ننتقل إلى الخبر التالي، تعزيز الوعي بمخاطر الاحتيال عبر الهاتف مسؤولية مجتمعية. ناشد الرائد سعيد الزعابي مدير فرع البحث والتحقيق الجنائي بالإنابة في شرطة المنطقة الشرقية عملاء البنوك وعموم الجمهور بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر عند التعامل مع المكالمات والرسائل المجهولة مجهولة المصدر والتي تستهدف عادة اختراق الحسابات البنكية عبر طلب البيانات المصرفية السرية من العميل. تفاصيل أكثر مشاهدين نتابعها في التقرير التالي. بسم الله الرحمن الرحيم. في إطار حملة كن يقظا لا تنخدع بالقيادة العامة لشرطة الشارقة إدارة شرطة المنطقة الشرقية، قمنا بتشكيل فريق بالتنسيق مع عدد من الدوائر والجهات المعنية المختصة بالمنطقة الشرقية، وتهدف الحملة على رفع الوعي والشعور بالأمن لدى أفراد المجتمع والجمهور من جرائم الاحتيال عبر الهاتف واللي يستهدف فيها عملاء البنوك. طبعا الاسلوب اللي يتبعه الجاني انه يتخذ صفه موظف بنك، حيث انه يتصل بالعميل ويطلب منه بياناته ومشاركته بياناته المصرفيه والبنكيه السريه يعني بوسيله اقناع معينه، وبالتالي يقع ضحيه الاحتيال عبر الهاتف. طبعا الفريق المشكل طبعا بيكون في فريق ميداني يتم توزيع اللي هو الاستاندات او البوسترات على بعض المراكز التجاريه والدوائر المحليه وبعض البنوك والمصارف الموجوده في المنطقه الشرقيه. طبعا بعد بيكون هنا في فيديو توعوي بينشر على موقع القياده والمواقع المختلفه، وايضا بتكون هنا في بعد ندوه افتراضيه الاحتيال عبر الهاتف مسماها بتكون ان شاء الله بتاريخ 9/6/2021 يوم الاربعاء الساعه 10. إذن مشاهدينا هذه جملة من أخبار إمارة الشارقة البارزة والمهمة. ننتقل معكم أيضا إلى فقرتنا الأخرى في هذا المساء، وأيضا ننتقل إلى موضوع آخر، حيث انطلق ملتقى البنال ببساطة الذي ينظمه مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بمناسبة مرور 24 عاما على إطلاق مجلة المنال، ويعقد افتراضيا في مقر المدينة. وللتعرف أكثر حول الملتقى يسعدنا أن يكون معنا عبر مداخلة هاتفية للأستاذ محمد زكريا النابلسي المنسق العام لملتقى المنال ببساطة. حياك الله أستاذ محمد. أهلا وسهلا سيدتي، أهلا فيك. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد. في البداية يعني نهنئكم بانطلاق هذا الملتقى، ملتقى المنال ببساطة، تحت شعار القراءة المبسطة والإعاقة. سبب كان اختيار هذا الشعار، حدثنا عن هذا الملتقى ولماذا أتى داعما لهذا لهذه الفعالية التي أخذت تقريبا 24 عاما منذ انطلاقها. الحقيقة 35 عام بس للتصحيح، أنا آسف. احنا بملتقى المنال، هذا الملتقى بيصير بشكل دوري، وكل دورة نختار عنوان يتعلق بموضوع من مواضيع الثقافية أو الإعلامية وارتباطها في موضوع الإعاقة.
هذا العام اخترنا القراءة المبسطة لأنه كان هناك حاجة كبيرة جدا لوجود هذا النوع من إيصال المعرفة للأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية. القراءة المبسطة هي قراءة هي أو نوع من تيسير المعلومات المعقدة للأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية من خلال نص بسيط ومن خلال صور توضح الموضوع. أهمية القراءة المبسطة جاءت لأنه في الفترة الأخيرة وفي الآونة الأخيرة صرنا نشهد تمكين أكبر للأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية في المجتمع، ولأنه إحنا محتاجين إنه يكون تمكينهم أكبر ويكونوا مستقلين ومعتمدين على ذواتهم، فإحنا محتاجين القراءة المبسطة حتى يكونوا على اطلاع بما يحدث. والحقيقة ما حدث خلال الفترة الماضية من خلال جائحة كورونا بيّن أهمية القراءة المبسطة، لأن الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية يحتاجون طوال الوقت لمعرفة المعلومات التي حواليهم، فلن يكون هذا متاح إلا من خلال القراءة المبسطة. صحيح. طبعا يعني ما شاء الله أستاذ محمد 35 عاما على يعني انطلاق هذه المجلة، فهذا بحد ذاته إنجاز يحسب لكم، وأكيد اهتمامكم في مجال القراءة وتثقيف هذه الفئة هذا يحسب أيضا لكم في دعم هذه أو دعم ذوي الإعاقة. طبعا الملتقى ملتقى المنال ببساطة يستمر على مدار يومين، ماذا يتضمن هذا الملتقى تحديدا أستاذ محمد؟ هو خلال 25 و 26 مايو يعني اليومين الماضيات مبارح واليوم، اليوم الأول كان هناك ثلاث ورش، ورشة القراءة المبسطة، ورشة الكتب المطورة، وورشة الكتب الدامجة. ثلاث ورش بهدف تأهيل الكوادر على تيسير المعلومات للأشخاص من ذوي الإعاقة. اليوم الثاني كان ملتقى، واللي هو اليوم كان من الساعة 10 إلى الساعة 2 تقريبا، كان يوم حافل الحقيقة بمجموعة من الجلسات ومجموعة من الخبراء والخبيرات من عدة دول من العالم، دول مختلفة، وكان في مشاركة لمناصرين ذاتيين أشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية، كان لهم إضافة كثير مهمة. من هؤلاء المشاركين كانت المناصرة الذاتية شيخ القاسمي، ممثلة المناصرين الذاتيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة الاحتواء الشامل، كان في كلمة من الأديب الإماراتي سلطان العميمي رئيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، كان في مشاركين من بريطانيا ومن النمسا ومن الأرجنتين ومن دول مختلفة أخرى، فكانت المشاركة كبيرة الحمد لله رب العالمين، وكان في حضور كبير أيضا أتاح لنا أنه نعرف أكثر ونفهم أكثر واقع القراءة المبسطة حول العالم والتجارب اللي موجودة حول العالم ومعالجة بعض الإشكاليات أو بعض الأسئلة اللي كانت ممكن تخطر على بالنا لترسيخ موضوع القراءة المبسطة في العالم العربي. زائد أنه سعادة الشيخة جميلة القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية أطلقت اليوم المعايير العربية للقراءة المبسطة، واللي هي معايير يستند عليها لإعداد وثائق بطريقة القراءة المبسطة، بالإضافة لوجود موقع على موقعنا الإلكتروني مجموعة من وثائق القراءة المبسطة اللي أعدوها مجموعة من خريجين وخريجات ورش القراءة المبسطة اللي كانت تصير خلال الفترة الماضية. زائد أنه إحنا أطلقنا في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية خدمة تبسيط الوثائق للدوائر والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية بهدف بقاء الأشخاص من ذوي الإعاقة على اطلاع بطبيعة الخدمات والمعلومات اللي تحدث حولهم. نعم، جميلنا أيضا يكون في تبادل لهذه الخبرات وتبادل أيضا التجارب التي قدمتوها من خلال هذا الملتقى. طبعا الأستاذ محمد زكريا النابلسي المنسق العام لملتقى المنال ببساطة، كل الشكر لك على هذه المداخلة. إذن مشاهدينا، تستضيف الدورة 12 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل تحت شعار لخيالك الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب عددا هائلا من الورش العلمية والفنية والإبداعية للأطفال واليافعين، يقدمها نخبة من الخبراء للارتقاء بفكر وقدرات الأجيال الجديدة. نتعرف عليها أكثر في التقرير التالي. تستضيف الدورة 12 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل تحت شعار لخيالك الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب
33 ورشة علمية وفنية وإبداعية للأطفال واليافعين تقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين بهدف الارتقاء بفكر وقدرات الأجيال الجديدة، ويستمر حتى 29 من مايو الجاري في مركز إكسبو الشارقة. جسدت ورش مهرجان الشارقة القرائي للطفل رسالة المهرجان الذي يعزز قيمة التأمل والتفكير لدى الأطفال من خلال مجموعة كبيرة من الأنشطة التي تنمي حس الاكتشاف والاندهاش معا. يشار إلى أن الأيام المقبلة من المهرجان تحفل بورش عمل تستهدف الأطفال من مختلف الفئات العمرية، حيث تتواصل فعالياته في مركز إكسبو الشارقة حتى 29 من مايو الجاري، ويستضيف فنانين وكتابا ومبدعين من 15 دولة في برنامج ثقافي ينظم عدة فعاليات تتوزع بين ورش وجلسات وعروض. تضم نشاطات المهرجان معرض الشارقة لرسوم كتب الطفل في دورته 9، ويشارك في هذه الأعمال 395 مبدعا من 50 دولة. إذن مشاهدين، ننتقل معكم الآن إلى الزميل وديع، سيأخذنا بجولة في أروقة مهرجان الشارقة القرائي للطفل. إذن وديع، مساء الخير. مساء النور زملائي في الاستديو، ومساء جميل ننقله لكم من مهرجان الشارقة القرائي للطفل في دورته 12. في الحقيقة هذا المهرجان يعد ملتقى لكل محبي القراءة وأيضا الناشرين والكتاب. في هذا المهرجان الجميع فرح، من عوائل وأطفال وأيضا الفئات الشبابية المتواجدة في هذا المهرجان. ومن هنا مشاهدين الكرام، يسعدني أني أرحب بأشرف شاهين صاحب دار برج ميديا للنشر والتوزيع ونائب رئيس الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال. حياك الله معنا. أهلا وسهلا بك. أهلا بك. في البداية أخي أشرف، لو تعرفنا عن مشاركتكم في مهرجان الشارقة القرائي للطفل. دار البرج ميديا للنشر والتوزيع بتشارك في مهرجان الشارقة القرائي من أول دورة، يعني حتى الدورة الـ 12 ما غبناش ولا دورة عن المهرجان أو المعرض. كل سنة المهرجان بيتطور من عن السنة اللي قبلها. السنة دي الجديد اللي احنا فوجئنا بإقبال ونجاح فقط توقعات، زي ما انتوا شايفين الأنشطة الفعاليات الأطفال العائلات بيجوبوا أنحاء المعرض، في أنشطة متنوعة، كتب حديثة موجودة، ورش قرائية، ندوات، فعاليات، تنظيم رائع. فكانت دورة ناجحة بكل المقاييس. احنا بالنسبة لنا كمشاركة السنة دي كان عندنا مسابقة اسمها مسابقة الكتابة الإبداعية، قمنا برعايتها مع شارك فيها حوالي 10,000 طفل من مدارس إمارة أبو ظبي، وكان ناتج هذه المسابقة 29 كتاب، 29 طفل كاتب ورسام، وكان فعلا حصاد حلو لسنة 2021 في أدب الطفل بالنسبة لنا. ما شاء الله. لو نتكلم أيضا عن اللي يميزكم أنتوا عن باقي دور النشر وأيضا الجديد في هذه المشاركة. والله إحنا بالنسبة لنا إحنا بنتميز بأن إحنا بنحب نشر الكتب العالية الجودة اللي هي الهادفة عندنا. بنحب رعاية المسابقات التربوية،
فعشان كده قمنا برعايه، كنا راعي رسمي للمسابقه الكتابه الابداعيه، وطبعا هي كانت مشروع كبير جدا على مدار سنتين اشتغلنا عليه، وكانت فرصه كويسه ان يعني الامور ساعدتنا شويه. كان بنشتغل عن طريق عن بعد مع الفريق العمل، قعدنا على مدار سنتين طلعنا نتاج 10,000 طالب. كان المشروع اللي احنا شفناه وكان كانت مفاجاه كبيره حتى لاولياء الامور للمدارس، وتم تكريم هؤلاء الطلاب بجوائز. فطبعا دي كانت احسن حاجه احنا عملناها السنه دي في ضوء الاحداث والمتغيرات الصعبه اللي العالم بيمر بيها. يعني برايك كيف ممكن ان نحفز الطفل او نساعده او نحثه ايضا على القراءه؟ طبعا إمارة الشارقة مشهود لها ان هي داعمة للقراءة والكتاب، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حفظه الله حاكم الشارقة دايما معودنا ان هو بيقدم لنا مبادرات داعمة للكتاب وداعمة للطفل. بالرغم الاحداث اللي كانت في العالم والغاء معارض كتاب كتيرة حول العالم، الا اننا لقينا الشارقة تحدث هذا الاعتبار واقامت معرض الشارقة الدولي للكتاب في نوفمبر الماضي. لك ان تتخيل ان احنا لم نحضر معرض ولم يتم تنظيم معرض من نوفمبر الماضي حتى الان الا الشارقة، المهرجان الشارقة القرائي ومعرض الشارقة. فاذا 6 شهور معظم دور النشر في يعملون عن بعد، او ما فيش انشطه، ما فيش فعاليات، ما فيش معارض، لكن الشارقه خارت على عاتقها ان هي توصل رساله محليه وعربيه ودوليه ان الاهتمام بالثقافه والفكر والكتاب متواصل ولن يتوقف ابدا. يعني رسالتك اللي حابه توجهها لمهرجان الشارقة القرائي للطفل وايضا للجميع من يشاهدنا ويتابعنا عبر قناة الشرقية وايضا الاطفال والعوائل؟ طبعا انا هقدم مجموعة من الرسائل. الرسالة الاولى رسالة شكر واجلال لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان على دعمه ومكرمته للمعرض، ان هو دعم المعرض ب 2.5 مليون درهم للشراء وللامور الخاصة بالكتاب والتنظيم، فطبعا كل الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان. الشكر الثاني برضو لصاحب السمو ان هو امر في ثاني يوم المعرض بانشاء شركه توزيع تتبع لجمعيه الناشرين الاماراتيين، وتكون دورها توصيل الكتاب لكل من يريد الكتاب سواء كان فرد او عائله او مكتبه او جهه. يعني خبر كثير اسعدنا. بشكر كمان الأستاذ أحمد بن رقاد العمري رئيس هيئة شارع الكتاب على روعة التنظيم، هو وفريق العمل تنظيم فوق الرائع وحضور متميز من العائلات ما كناش نتوقعه في ضوء هذا الأحداث، إجراءات احترازية كبيرة، فأنا بشكرهم. تاني حاجة بوجه رسالة للعائلات ولأولياء الأمور، تعالوا زوروا مهرجان الشارقة القرائي للطفل، هتلاقوا فعاليات كثيرة جدا، ندوات ورش عمل قرائية ليكم ولأطفالكم، هتلاقوا ناشرين من كل أنحاء العالم موجودين وبيقدموا أحدث إصداراتهم، هي فرصة جميلة يجب أن تستغلوها. وأيضا الشكر واصل لكم على مشاركتكم في هذا المهرجان. شكرا جزيلا لكم فريق عملك. إذا مشاهدين الكرام، من هنا من أجواء مهرجان الشارقة القرائي للطفل، هذه كانت أولى نقلاتنا، وأيضا بتكون لنا نقلات أخرى بإذن الله، انتظرونا. ولكم الكلمة زملائي في الاستديو. شكرا لك وديع على هذه الجولة في مهرجان الشارقة القرائي للطفل، وجميل هذا المهرجان الذي وجه الثقافة والقراءة وحب الاطلاع للطفل من خلال مبدعين ومفكرين وكتاب أيضا في أروقة هذا المهرجان. إذا مشاهدينا، لا تسير الحياة على وتيرة واحدة، وليست ثمة ضمانات لأحد بحياة مزدهرة ومستقرة تخلو من المتاعب، فلابد إذن من التأقلم مع المتغيرات التي تطرأ على حياتنا أو تداهمنا أحيانا فجأة دون مقدمات، لنستطيع مواصلة العيش والحياة ضمن المجتمع الإنساني. إذن كيف نتكيف ونتعايش مع متغيرات الحياة؟ هذا ما سنناقشه بإذن الله مع الأستاذة فاطمة أحمد ذيبان، مدربة سعادة وجودة حياة. أستاذة فاطمة، مساك الله بالخير. مساكم الله بالنور، ومساء جميل، مساء يستحق أن تتغير لتصنع
واقع أفضل لك وتطلع بأجمل نسخة منك كشخص بإذن الله. إذن مساء التغير إن شاء وأهلا الله. بالتغير أهلاً. والتغيير أيضا طبعا. في البداية أستاذة فاطمة، التكيف، ما هو التكيف وما هي متغيرات الحياة التي يجب علينا التكيف معها؟ حابة أبدأ يعني موضوع التكيف في مقولة مشهورة للمهاتما غاندي، دائما تقول أن أن تتغير هو للتغير أن تكون أنت الشخص الذي أول شيء أنت تتغير كشخص لتخلق التغيير بالعالم. فبالتالي التغير أو خلينا أقول التكيف هو قدرة الإنسان على الانسجام مع المتغيرات التي تحدث بالحياة، وأن تكون أنت مرن بأن تخلق من هذه المتغيرات التي قد تواجهها بحياتك لفرصة جميلة، وتجعلها من تغير سلبي أو حدث سلبي بحياتك إلى فرصة جديدة للنجاح وللتميز. جميل. يعني هل نستطيع القول أن كل تغير أو كل مثلا متغيرات في الحياة أو تحديات هي فرصة لخلق شخصية جديدة أو مثلا إضافة شيء مميز لهذا الشخص؟ بالفعل، لأن كل ما زاد المتغيرات وقدرة الإنسان على التكيف مع الظروف كل ما صار الإنسان أكثر وعي. فبالتالي كل ما كنت أنت أكثر وعي وفهم لطبيعتك كشخص وعندك يعزز هالشيء ثقتك بذاتك، فبالتالي أنت بتكون على قدرة يعني أو خلينا نقول على وعي عالي بأن تغير هذه أو تحدث من هذه المتغيرات فرص جديدة للنجاح. جميل. طيب أستاذة فاطمة، هناك أشخاص متكيفين يعني عندهم التكيف بدرجة كبيرة، ممكن يتكيف مع أي ظروف محاطة فيه أو انفرضت عليه، وفي شخص آخر قد نرى مدى مرونة التكيف عنده صعبة، وهذه ترجع لطبيعة شخصية الإنسان نفسه تختلف من شخص إلى آخر. طيب يعني ما مدى أهمية أن اليوم إحنا نتكيف مع الظروف التي تحيط بنا أو التي قد تفرض علينا؟ نحن كحياة أو كبشر طبيعي جدا ان من خلال حياتنا راح نمر بتغيرات حياتيه كثيره. الانسان يولد طفل وتتغير حتى هو كجسم كبنيه كمستوى تعليم كظروف حياتيه يتغير، وممكن في خلال يعني شكليا يتغير خارجيا. فبالتالي اكيد وشيء طبيعي من خلال هالمتغيرات راح تمر بظروف معينه، راح تمر باشياء، ممكن متغيرات ايجابيه ممكن متغيرات سلبيه بحياتك. الإنسان زي ما قلت يعني بالبداية الذكي هو من يستغل ويصنع فرصة من هذه المتغيرات. طبعا الإنسان بالتغيرات اللي هو قاعد يمر فيها لازم يتعلم من كل مرحلة أو من كل درس، لأن كل مرحلة راح يمر فيها راح تعزز فيه سلوك جديد أو راح تزيد عنده قيمة جديدة يعني بحياته. فبالتالي الإنسان مع الظروف ومع المتغيرات وقدرته العالية على التكيف راح بالنهاية يوصل إلى خلاصة أن كل ما مر بمتغير يصير عنده كليك شفت يحول هالمتغير من سلبي إلى إيجابي. طبعا مع الممارسة مع زيادة الوعي الإنسان هنا راح يعني بالنهاية راح يطلع بخلاصة جيدة بأنه بدل ما يتقوقع في أي متغير سلبي صحيح. بالعكس راح تفتح له مجالات أكثر وأجمل تبرز فيها شخصيته. نعم. طريقة قد يتوقف عند محطة معينة ويترك الأمور كما هي أو يترك الحياة تغير لهذا الموضوع. بالفعل. نعم. ذكرتي أستاذة فاطمة أن في تغير إيجابي وتغير سلبي، هل ممكن إحنا نقول لابد أن نتجاوب مع التغير السلبي حتى نتعايش معه ونطور منه للإيجابية، لكن التغير الإيجابي هل لابد أن أيضا نتكيف معه؟ بالفعل. أم هو إيجابي فقط فيعني راح نتقبله بسهولة؟ راح أعطيك مثال اللي أقصد فيه التغير الإيجابي. مرات نحن بوظائفنا نكون مثلا متمنين أنه نطلع درجة معينة أو نحصل على جريد معين مثلا بالدوام، وتجينا فرصة وبالفعل نوصل إلى مرحلة مثلا نكون في مستوى قيادي. حلو. نحن ممكن ما نكون مهيئين كأشخاص لكن هذه الفرصة إيجابية جاتنا. الذكي من يطور نفسه حتى يكون أهل لهذه المرتبة اللي اختير لها. مرات كمان بحياتنا مثلا كزوج أو زوجة في البداية تكون حياتهم جدا جميلة وحلوة، يجيهم طفل عشان يحلي حياتهم، فهذا متغير إيجابي، بس قد يكون أحد الطرفين الوالدين يعني غير مستعد
لوجود شخص أو ضيف جديد عليهم بالعائلة. قدرتك على التكيف تخلق لك جو آمن، تخلق لك سعادة، وتخلق لك طمأنينة. فبالتالي بعد المتغير الإيجابي لازم زي ما أقول يعني لازم نتكيف معاه عشان نخلق بيئة فيها طمأنينة وفيها هدوء وسكينة. جميل. طيب أستاذة فاطمة، يعني هل الرضا الداخلي للشخص نفسه، رضا وتقبل لذاته، هل هو أيضا انعكاس لمدى تكيفه مع الظروف الخارجية حتى يخلق له جو لطيف خارجي ويتكيف أيضا مع الظروف؟ بالعادة الإنسان يعني معروف علميا أن الإنسان إذا مر بأي صدمة بحياته يمر بمراحل، فأول مرحلة هي الرفض أو الإنكار، بعد كذا يجي إلى مرحلة التفاوض، يفاوض نفسه هل هالشيء حدث لي أو لا ما حدث لي هالشيء، بعد كذا يوصل لمرحلة الاكتئاب، وهذه المرحلة هي أنا أقولها دائما أهم مرحلة، أن الإنسان ما يستسلم لها، لأن إذا استسلم لمرحلة الاكتئاب راح يغوص فيها وراح يخسر كثير من جماله الداخلي. طبعا آخر مرحلة اللي هي مرحلة الرضا، وأنا أعتبرها هي المرحلة الملكية، الرضا أو التقبل. الإنسان لما يتقبل الوضع اللي هو فيه، لما يكون راضي عن الشيء اللي قاعد يحدث له، شيء طبيعي راح يكون بدرجة عالية من التكيف. أنت لما تتكلف راح تخلق الجو السلبي اللي أنت محاط فيه إلى يعني خلينا أقول إلى شيء إيجابي، وراح تحول مثلا الشوك اللي أنت تمر فيه إلى حديقة غناء جميلة فيها كثير من الطاقة والإقبال على الحياة. فالإنسان كل زي ما قلت في البداية، كل ما صار عنده وعي أكثر، كل حتى ما توصل لمرحلة تصير حتى تقبلك لأفكار الآخرين تكون فيها مرونة، نعم. وترجع يعني تكون إنسان منفتح في التعامل مع الآخرين، فبالتالي أنت تأخذ من الأشخاص ما يزيد من علمك، ما يزيد من ثقافتك، ما يزيد من جمال وقوة شخصيتك، وتترك الشيء اللي أنت مختلف فيه مع الأشخاص الآخرين، فبالتالي أنت تكون إنسان متكامل ذو درجة عالية من التوازن والوعي. جميل. طيب أستاذة فاطمة، كيف نحول هذا الشوك إلى حديقة مليئة بالورد الجميل؟ كيف نتكيف مع الظروف؟ يعني هل لنا بمفاتيح معينة؟ البعض يحاول ولكن يمكن ما عنده الأدوات الكافية أو ما يعرف الأدوات اللي هي توجهه للتكيف. بالعادة كل شخص فينا أكيد 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 يعني كل حد بهالكون المليء مر بتجربة أو تغير بحياته، تجارب بالفعل. وأنا أقولها دائما، التجربة هي اللي تصنع وتطلع أحلى نسخة في الشخص، لأن هي اللي تقويك وتصنع منك إنسان بمنظور وبرؤية مختلفة. لكن أول ما تمر خلينا أقول بهذه المتغيرات، أول مرحلة اللي هي مرحلة زي ما قلنا بالبداية الرضا أو القبول، أنك أنت تتقبل، بعد كذا تبدأ أنك تأخذ دروس من الأحداث اللي أنت مريت فيها، فتخلي هذه التجارب عبارة عن دروس أنت تتعلم منها، بعد كذا أنت تتعلم أنه أنت كيف تخلي من هذه التجربة أو الحدث اللي أنت مريت فيه عبارة عن فرصة للنجاح. وأهم شيء، أهم نقطة بعد كذا، أنه أنت تتخلص من الخوف، لأني أنا دائما أقولها لا تخاف، يعني أصعب شيء على الإنسان هو الخوف. صحيح. لأن الخوف هو يقتل أجمل شيء بداخلك. بعد ما تتخلص من الخوف تبدأ تحط لك خطة لبداية المرحلة الجديدة أو المرحلة الجميلة والمزهرة لحياتك. طبعاً وأنت في إعداد هذه الخطة لازم تنتبه لنقطتين مهمتين. أول نقطة أن تكون إنسان إيجابي، تخلع النظارة السلبية أو السوداوية ونحط النظارة الوردية عشان نبدأ نشوف الحياة بطريقة أجمل وأكثر سعادة وإيجابية. بعد كذا، وهذه النقطة اللي هي آخر نقطة وأهم نقطة، ابعد عن المثالية. نحن ما خلقنا في كون مثالي، لكن نحن صنعنا كون متميز يتشابه معنا. فالمثالية هي هدر لطاقتك لأن الكون متغير، فأنت ابعد عنها وخلي المثالية شيء، يعني خلي تغييرك شيء قريب من المثالية. نعم، هي ليست هدف وإنما يعني تسعى لي يمكن الطريق الأفضل حتى تصل إلى التكيف. يمكن يعني سؤال أخير على عجالة أستاذ فاطمة، يمكن البعض يواجه يعني صعوبة في التقبل، هي أول مرحلة تكون هنا الصعوبة، لكن مدى ما تجاوز هذه المرحلة تكون المراحل الأخرى يعني هينة بالنسبة له. بالفعل هي أهم نقطة. طبعا الأستاذة فاطمة أحمد ذيبان مدربة سعادة وجودة الحياة، كل الشكر على وجودك معنا في هذا المساء، وفعلا أعطيتينا المفاتيح المهمة للتكيف مع هذه المتغيرات، وخصوصا
في الفترة الأخيرة ممكن نعيش متغيرات كثيرة في الحياة. يمكن أحد هذه الأمثلة البارزة جائحة كورونا أتت وغيرت في الكثير في حياتنا. فشكرا أستاذة فاطمة، وبإذن الله في لقاءات أخرى نلتقي. شكرا لك. إذن مشاهدينا ننتقل